أنجح وأسهل طريقة للجبنة البلدية بتقدروا تعملوها بالبيت بكل سهولة. كل كيس حليب بودرة بيحتاج 3 لتر من المية. أنا استخدمت كيسين وحطيتهم على النار، حركتهم كويس وبضلني أحرك لحد ما يوصل حليب لدرجة السخونة مش الغليان، وبحط له باكيت واحد من الخميرة وبتتركه بمكان دافي لحد ساعة تقريبا، وبعد هيك بتكون الجبنة تكونت معكم. بمصفاية وماشة من الشاش بتحطوا شوية حبة سمرة لو بتحبوا، وأنا حطيت شوية من الملح وحطيت الجبنة وحطيت فوقها تقل علشان تنزل كل المية اللي فيها. تتركوها ساعة تقريبا، وبعد هيك بتحطوا طنجرة على الغاز فيها قرن فلفل مقطع وست معالق من الملح علشان تشيل الزفرة تبعت الحليب، وبعد هيك بتقطعوا الجبنة مربعات زي ما بتحبوا وبتحطوها تسقيط بالمية مجرد بس تنزل وبتطلعوها، وبعد هيك المية